كابتن شريف، من فرجتك او من رؤيتك للوداد المغربي هيلعب ازاي الاجراجي؟ الاجراجي الفتره اللي فاتت كان بيلعب بطريقه او بطرق معينه كلها في النهايه بيقفل كويس وبيلعب على الهجمه المرتده كلها بقى بكل الطرق. يعني كلامك مظبوط، بس هو الشحن طبعا الجماهيري اللي هو هيبقى في الاول و ايوه، ما دي النقطه اللي من اول المباراه بيبقى عايز يبقى ليه وجود في منطقه الجزاء بتاعت النادي الاهلي على اي شكل بقى، على كره طويله، على تخبطتين يعني، يلعب الكره على الاطراف، يحاول يستغل الاطراف، يعمل عرضيه، ياخد كورنر. ما عندهم بيلعبوا الكرات الثابته دي كويس جدا، هو دي راس مالهم يعني. انما عندهم شك تاني ان هم اي حد بيضغط عليهم او بيسبب لهم مشاكل في المنطقه بتاعتهم هم بتبقى مشكله كبيره جدا، وما بيقدروش يسيطروا ويعملوا ايقاع يعني. مش من الفرق اللي عندها الاجنحه بتطلع ونص الملعب بس هل ده مش ده الطبيعي يا كابتن لاي فريق؟ مش ده الطبيعي لاي فريق؟ انت لو ضغطت على اي فريق من قدام هيقلق. بس مش بامكانيات الكونتر اتاك بتاع اي فرقه تانية على ارضها. اوكي، يعني ممكن يبقى في سرعات عندهم اي حاجه. انت مهما كنت انت عايز تلعب السيفتي بكره زي ما اسامه بيقول لك، الهدوء، انك انت تمتص اي حماس بالنسبه لاصحاب الارض في اليوم ده. فانت الروح اللي احنا بنتكلم عنها دي هتوفر عليك كتير قوي. اوكي، لو كل لعيب عنده روح في السبرنت، في الانقضاض، في انه ما يعملش ميس باس كتير بكره، هتحس ان انت بتاخد ثقه كل خمس دقائق. هو الميس باس، الميس باس ده والكره الثانيه اللي تبقى بتاعتك وتقرب الخطوط بتاعتك على حسب الرؤيه الفنيه لمستر موسيماني والجهاز الفني كله. دي اللي بتوفر لك ازاي انا املى نص ملعبي بكره وان الكره الثانيه تبقى بتاعتك اسلام. اوكي، علشان تبني وتبتكر في السرعات والفنيات الفرديه اللي عندك تقدر توصل عندهم. اول ما هتوصل عندهم الحكايه هتبقى مشكله كبيره جدا بالنسبه لهم. اول ما هتوصل عندهم تقدر انت ممكن في اول ثلاث اربع دقايق ما تصدقش لا تصدق انك انت ممكن تجيب جول في اول خمس دقايق هناك، لان هم ملخومين في ان هم عايزين هم اللي يبقوا عندك. فتلاقي خمسه سته سبعه ثمانيه تلاقي كونتر تلاقي كونتر اتاك في السرعه وفي سولاي مثلا لو هيبتدي ورؤيه كويسه قوي لاي حد من الفرقه ده عامل سويتش وتلاقي نفسك انت والجون. هم عندهم حته الديفندرات مش يعني مش بالهدوء مش بالثوابت، لا بيترو اتلتيكو ملاعبهم كان عندهم كل شويه من الناحيه وبيشوط من بره، والهدف اللي جه فيهم كان شوطه وعلى طول موجود في 18. أوكي، كل يعني اخر حاجه عايز اقولها، كل اللي انا بتمناه يكون عندي زياده عدديه دايما في منطقه جزاهم. انا مش رايح اتعادل، انا مش رايح مغلوب، انا بلعب ماتش، انا بلعب ماتش من على من 0-0. هو زيي في نفس الوقت، انا لو هجيب جول مش هحسب لي باثنين هناك، انما انا لو اجيب جول عادي اغطيه صح وابقى عندي 2-0 بقضي. بنسميه ضربه قاضيه. فاحنا بنبحث بكره بان هدوء اللعيبه اللي اسامه قال لك عليها ان هي يبقى عندها تركيز واعي جدا في امكانياتنا. هو ده بس هتلاقي الفرق كبير قوي يا كابتن اسلام.